سلام على أهل الفاكهة. أهلاً أهلاً بالفاكهة نفسها. توحشتك يا بوي. يا كبرت وحلويت. ما تكسفنيش يا ولدي. وبعدين إيه توحشتك دي؟ ده أنت غايب ليك يومين. بح وإيش أنا بده؟ لحق يطلع ميتة. أنت بترش كماوي ولا إيه؟ لا يا بوي، ده الشنب ده عدة الهروب، لبس أسود في أسود، الشنب، الشل أبيض، ما حدش يعرفني واصل. أنت مين يا عربي؟ شفت؟ ما عرفتنيش. أمي عاملة إيه؟ زينة يا ولدي وبعتالك السلام. يا خسارة ما ماتتش. المهم دلوقتي، ده جواز السفر اللي هتهرب بيه برا البلد. تسلم يابا. إيه ده يابا؟ ده عليك صورتك. يوم الجواز سفر بتاعي. أيوه أنا مش هعرف أسافر بيه. إذا كنت أنا سافرت بيه ونفع. امسك يابا امسك، مش ولدك يا ابوي اللي يهرب، أنت ما ربطناش على كده. إذا كنت أنا فضلت هربان لحد أنت ما بقيت في ثانوي. أيوه صح، طول عمرك عاررنا، بس أنا أهرب ليه يا ابوي؟ أنا ما عملتش حاجة. أهرب بس لحد ما نثبت براءتك. طب وهانم؟ هانم دي تنساها، إحنا بيننا وبينها دم وطار، وبيتها بعيد مشوار، ابعد عنها يا حمار. خلاص يا عم الشاعر، هحاول انساها، بس يا ترى يا هانم انت هتنسيني؟ ادف. ايه في ايه؟ ده مش موسم البطيخ. استر علينا يا ولدي. بتداري على بطيخ يا بوي؟ ايوه يا ولدي. حكومه 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 رجال، حكومه 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 حكومه. تويني يابا تويني. هتعمل ايه؟ هتويك واخلص منك يا ابوي. انت فهمت ايه قصدي؟ دسني دسني. ادسك ليه وانت سخن ولا ايه يا ابوي؟ هتحبس يا ابوي بسبب خفه دمك يا ظريف. ايوه يعني اخلص ودسني. ايوه دسك فيه. انا دسك فيه. ادس في الخص ده. لا ما بحبوش. وانا بقول لك اتغدى. ادس واخلص. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا تيمور يا ولدي؟ ازيك يا جدي؟ عربي فين؟ ما شفتوش يا ولدي من ساعة الحادثة. جدي أنا جاي لوحدي، مرضيتش أدخل القوات وخليتهم برا، احتراما للكبارات اللي موجودين واحتراما لك أنت أكتر يا جدي. يوم هو باين الاحترام. صدقني يا ولدي أنا ما أعرفش عربي فين أصلا، وأنا لو أعرف كنت قلت لك على طول. أنت بتتكلم منين؟ من حنكة. هو فين؟ ده انا نفسي اشوف حنكك دي. ايه ده؟ انت عندك حنك زينا؟ ايوه بس ده سر بناتنا. لا ما تخافش، سرك في دير، بس انا نفسي افهم انت مخبي لي ايه؟ يعني هو ما بيتكشفش على رجاله؟ لا عشان الحسد، اصله مسمسم. جدي عربي لازم أن يظهر عشان نعرف نسبه براءته. صدقني يا ولدي انا ما اعرفش عربي فين. طب احلف. استغفر الله العظيم. صادق يا جدي. ايه ده؟ وقعته. البرتقال ده بلدي؟ ايوه بلدي. الكيلو بكام؟ بتلاتة جنيه. ليه ما باتنين جنيه في كل حتة يا حرامية؟ خلاص باتنين جنيه. ماشي، اوزن الاتنين كيلو وبجبلغ عربي يقول له لازم أن يسلم نفسه عشان ما يعملش مشاكل لأهله ولنفسه. حاضر، أول ما أشوفه هبلغه باللي أنت قلته. حبيبي يا جدي. مشاكل لمين يا تيمور؟ بعد إذنك بس وسع لي طريق. عربي يا حبيبي تعال عدي عدي. بس طريق يا راجل، حرام عليك، أنت مستخبي في الخاص وأنت إيه أرنب؟ معلش أنا زي أخوك بس نساعد بعض. مشاكل إيه اللي هتحصل لي والأهلي؟ عربي انت لازم انت تسلم نفسك عشان الهرب مش هيفيدك. لا كل الناس قالت لي الهرب هيفيدك. مش قلت الهرب هيفيدني يابا؟ ايوه قول له ان الهرب هيفيدني. ايوه الهرب هيفيدك. لا الهرب عمره ما بيفيد. لا الهرب هيفيدني. تشاهد حد بناتنا يقول لك ان الهرب مش هيفيدني. مش شاهد حد ايه يا راجل؟ ما معروف في كل حته الهرب ما بيفيدش، عسل النحل بيفيد اكتر. بقول لك ايه يا باشا، انا مش هسلم نفسي واعلى ما في خيلك اركبه. سلام عربي.
لو اتحركت خطوة واحدة هخليك جربال، ولو اتحركت خطوتين هخليك جربالين. ده انت شاطر في الحساب. الحمد لله يا رب. طب 3 في 4 بكام؟ ب12. ما جاوبش. معلش والله انا عارفها بس يعني مركز في شغلي اكتر. اللي ذاكر ذاكر يا باشا. سلام. استنى عندك يا عربي. ده معايا مش معايا، انا اصلا كنت معدي قلت اتفرج. ايه يا باشا، هتمشي طوالي ولا تاخد البرتقال اللي وصيت عليه؟ ما ينفعش امشي طوالي واخد البرتقال. هو خيار واحد. خلاص هات الخيار. خيار؟ بقول لك ايه، انفد بجلدك يا باشا. طب بالاذن يا جماعه، معلش والله هروح الجيم. سلام عليكم. اذنك معاك. ايه يابا، راح تدي البرتقال ب2 جنيه؟ احنا بنلاقيه في الشارع يا عبيط. المحل ده مش بتاعنا اصلا. لقيت عربة جوه؟ لا مش جوه. طب وسع كده على الظهر. لا انا مش كذاب. وسع صدقني. تعالوا ورايا. صدقوني صدقوني اللي مش كذاب. طب صدقني انت يا عبد السميع، ده انا هاخد اختك. اللي بيقول المحل ده فوقي تحتي، شوفوا لي اسم العربة ده فين؟ أنا شفتك، أنا شفتك. هقول والله العظيم أنا فتان، فتان بقول على كل حاجة. هات موزة، موزة وحات أمك. ماشي ماشي، مش هتديني؟ يا باشا، يا باشا. لا يا أخويا دي خضرة. أنا عايز موزة صفرة من اللي هي المفعصة اللي محدش بياكلها، أنا باكلها. أيوه هي دي. لا مفيش حاجة. ما لقيناش حاجة يا فندم. تمام. اوعوا تفتكروا انه بالطريقة دي ان انتوا بتخبي ابنكم مش هعرف اجيبه. هجيبه. ولو ثبت ان حد منكم كان يعرف مكانه وما بلغنيش هقبض عليه هو كمان. حاضر يا باشا. الله 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 الله. الموز ده بلدي؟ ايوه بلدي يا باشا. شمعوا لي المحل ده وادوا لي الموز، حرز على الاسم. خدوا الموز حرز. ابو الموز ذنبه ايه؟ بسي. يا سلام، عشان قلت بس بس ابقى العمه بسه. اي ومحدش بيبس بس لي غير العمه بس. يا بنت ركز يا بنت، مين اللي انت تبقي نور عينه؟ ست ام امي. ست ام امي؟ ودي ستك ام امك دي انت حضرتيها؟ لا بس امي قالت لي يا هانم انت نور عين ست ام امي. يا بنت اذا كانت ستك ام امك دي ماتت عمشه قبل ما امك نفسها تتولد. يا بنت ركزي، مين اللي يبقى نصك التاني؟ حجة تسالي. ازيكي حجة تسالي؟ هو في حجة واسمها تسالي؟ ده اسمها يا قب ما قبلها. يا بنت ركزي، اقول لك انا مش بيه. مش بيه؟ ما بغيتش انا زي حجة؟ فرطت في نفسك يا حجة؟ ياه خرب بيت مطنك، بس هتلمي علينا الناس. فرطت في نفسها، دي عندها 12 عيل حجة. تعالي. ده شخط عربي. وليه ما كنتش عربي يا بهيمة؟ ليه؟ قولي لي تفسير واحد، ليه ما كنتش أنا عربي؟ كمان عربي مش محجب. يا ستي ربنا هداني، سمعت عمرو خالد ويا ربنا هداني. بس عربي وشه مليان حبوب نطرة في وشه. طلعتها زكاة رمضان. طب عربي بقى السنة بتاعته فرقة كده مش بفرقة كده. يا بت والله عربي. أقول إيه؟ يا حاج قول لها إن أنا عربي. يا أستاذ سيبي الشيشة وقول لها إن أنا عربي. يا جاموسة أيوه قول لها. يا جاموسة بتقول لك صاحبتك هتقول لك إن أنا عربي وهربان من الطار. بس بس فتحت نفسك يا عربي، وحشتني قوي يا عربي. بزياداكي كحريت يا بت. كحريت؟ خلاص ما تزعليش، ما أقدرش على زعلك. فين الضحكة الخبيثة اللي أحبها؟ ضحكة الخبيثة. وانا اقول ابوكي مات بالصرع ليه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في حتة من الدارية. لا ما تجيش على الحامي كده. يخرب بيتك انت، كل تفكيرك كده بلس 18. يلا بس بسرعة. استني اخش احاسب الراجل واجيلك. لا اسكت يا سيد.
ميت شيشة مفرقة على حسابي يلا خدي هنا تبتيجي القهوة تشيشي اتنين واربع بس لما يكون سيدة طول عمرك محافظة يا بيت تعالي تعالي بقول لك ايه مش ناوية تحضري دروسي معانا يا رب يهدين بقول لك ايه يا بنتي يا هانم قول يا سعارة ما عندكيش قراب اسود يليق على الطقم اللي انا لابسه نهار اسود لو انت مش لابسه لا ده شعر رجلي يا ستر يا رب اللي جرى رجلك يا سعارة بالهرمونات طفعت فيه من الحرمان يا بنت يا بنت تحسي بيا اقول لك عايزين نقعد في حته من الداريه جايباني في غابه لا مالي بقى بقول لك ايه ايه انا في قرار خدته مش هرجع فيه قول يا سعارة واني معاه انا هسافر يا هانم هتسافر وتسيبني هعمل ايه ما البوليس بيدور علي عشان يحبسني واهلك بيدوروا علي عشان يخلصوا علي يا مراري وانت بتدور علي مصيبه عشان تصوتي وتلم علينا الناس اعمل ايه يا سعارة ما انت عايز تفوتني وانت اصلا ما عملتش حاجه عشان تهرب هفضل هربان لحد ما اثبت للناس براءتي لحد ما ينزلوا في كل الحقول والميادين ويقولوا عربي بريء خلاص يبقالي معاه مش هتستحمل يا هاني هستحمل يا بنت مش لما تعرفي هتستحمل ايه الاول هستحمل ان شاء الله مش هتستحمل تعيشي وياي هستحمل وهنفضل هربانين من الحكومة هستحمل ومش عارفين هناكل منين هستحمل لا الا الوكل افهم من كلامك انك اخويا واضحة زي عين الشمس اتكل على الله يلا ولما تبقى تظهر براءتك ابقى تعالى يلا انا متوكد اني لو قعدت 10 سنين برا هرجع الاقيكي مستنياني مكانك عارفة ليه؟ عشان بحب لا عشان انا هقوم دلوقتي ومش هتلاقي حد يقومك اهون عليك يا سعارة بي تهوني علي ده هسيبك لحد ما يعملوكي مقام هنا اخس عليك يا سعارة لا مش هون عليك ولا تهوني ولا نيلة اتكل على الله يا بيت استنى يا سعارة بي يا سعارة بي طب بقول لك هستناك لحد امتى لحد اما تخسي خسرتك يا سعارة يبقى مش هشوفك تاني خلاص احنا هنعسكروا هنا يا رجاله طبعا هتسالوا نفسيكم انا جبتكم هنا ليه واخترتكم انتوا بالتحديد ليه اخترتكم انتوا عشان اخطر مجرمين في موريتانيا وجبتكم هنا عشان نبقى مطاريد للجبل ما هو مش معقوله يبقى عنديكم جبل من غير مطاريد ده حتى عيب والله زي بالظبط كده لما يبقى فيكم باوند من غير امن ينفع والله ما ينفع قصر الكلام احنا هنعمل هنا معسكر تدريب صغير هنتعلم فيه ازاي نقتل ونسرق ونقطع طرق واللي عنده موهبه هيمارسها اللي حابب يعزف كمانجه اللي حابب يرسم اصحابه مع الجمل اللي حابب يتعلم لغه وماله انا بعزكم والله زي عيالي بالظبط طول ما انتوا بتسمعوا كلامي ومتنحين كده في وشي انتوا حبايبي انما اللي هيخرج عن طوعي ربنا يسامحه مش هعمل له حاجه اصل انا طيب والله أهم حاجة قلبكم يبقى ميت عشان تنزلوا معايا مصر وتاخدوا بالطار ويايا وبعد ما تخلصوني من الطار هسيبكم تتدلعوا في مصر اللي عايز بقى يروح دريم بارك اللي عايز ياكل من تبستي اللي عايز يركب توك توك يروح المرجي الجديدة ويلف القديمة علي الطلاق بيت ثلاثة لظبطكم أحلى تظبيط إيدي في عربية جاية هناك يا رجالة ده أول اختبار حقيقي ليكم ورايا يا رجال انزل عربي عمي يا دي الحظ الاسود اول واحد اثبت ويطلع عمي مش مكتوب عليك الشمال يا عربي اركب يا عم اركب عدوه يا رجاله ده عمي عدوه
خد 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 تعال اللي عدود عمي اللي جابك موريتاني موريتاني؟ دي انهي بلد يا ولدي؟ انهي بلد؟ انت جاي نايم في الطريق نايم ايه؟ انا جاي اقول لك اني ثبت براءتك صح والله وتصالحنا مع اهل عروستك كمان الله اكبر وابوك بعتني علشان اجيبك معاي طب وليه تاخرت في الخبر ده يجي سنتين ده انا خدت على الناس هنا وعمال اسخن فيهم الصبح اقول لهم ايه دلوقتي اقول لهم ايه اي حاجه طب اركب اركب وانا هتصرف اركب اركب ايوه يلا هتفضحنا اسمعوني يا رجاله انا خمس دقائق هجيب كارت شحن وراجع على طول افتح له اللوك افتح اللوك حاجه لمنير بقى على زوجه يلا موريتاني بقول عليه هذا ربنا ينتقم منك يا خال هو السبب في كل اللي حصل دي ده هي تاخده مطرح ما هو مرزي أنا نفسي أفهم هو كان شارب إيه ليلتي مفيش كان متهجل في السيفن هو السيفن يعمل كده وأنيل من كده ده أنت ما شفتهوش وهو شارب مرندي ليه بيعمل إيه كان تيتا تقول لنا بعدوا عنه كان يشرب مرندي ويخنق في الوز يمه لدي ينخاف منه ده وجايبهولي يوم فرحي اللي جايبهولك يوم فرحك وانا جايبه نمره جاي يرقص هو ده خالي يا بيت خلي الشم واللو خلاص خلاص يا بنت مشاكلنا اتحلت بلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جراح وما دمت في حبك خلاص يا هضبي خلاص يا اخويا وبعدين مشاكل ايه اللي انحلت ايه والمصيبه اللي احنا فيها دي مش مشكله انا نفسي افهم بس ايه اللي بيحصل لنا ده يا رب والله العظيم الجوازه دي فجر مربى فجر مربى انت عارف انا شاكه ان البت صفاء عامله لي عمل اتمنني سبقتها وتجوزت قبلها صفاء هي صح هي صفاء اللي عامله لك عمل صفاء اللي عندها 7 سنين هتعمل لك عمل ايوه ما تستهونش بيها دي صغيره بس كياده هتكيد منك فيا كنت بتسرقي منها الزمزميه يا بنت خلاص خلينا في موضوعنا موضوع ايه يا اخو موضوع اللي اي 2 عرايس هيتكلموا فيه لما ينقفل عليهم باب واحد اديك قلتها يا عم الفراج لما ينقفل عليهم باب واحد لما يبقى لهم شقه ومقفول بابها لما يبقى عندهم باب وانا نفسي القى باب بدل الطل ده يا رب يا عربي خلاص نفسي باب اهدي هقتلك واتفرك هنا ماله الطل يا بيت شفتيش افلام او الدور قبل سابق ايه يا اخويا القطه توت دي القطه توت والله العظيم انا ابني صار ما اني واقف اتكلم معاك انت ما ينفعش معاكي كلام بقول لك ايه تعالي نشوف حته في الغابه مداريه وانا اقول لك ايه القطه توت فيها واكل فيها واكل اه ما انت مش هتيجي غير بواكل تعالي انا ايه هربط لك جزره وانت تيجي ورايا تعالي تعالي بقول لك ايه بلسم باشا جبت المسدس معاك اشمعنى بفكر اقتله واخلص من الزن اللي انا عايشه فيه دون وانت يا بنتي خلاص القتل بقى بيجري في دمك بتستبيحي ارواحنا لا بص ايه ده ايه ده ده يا جماله يا جماله ده قرد لا ده شمبانزي يا جدع قرد يا عم شمبانزي اهو قرد والله انا كان نفسي فيه من زمان يا سلام بس بقى الاحسن تكون مفترسه لا يا عم دي اليفه جدا اليفه ايش عرفك اه والله هيك إيه؟ هو انت تعرفها من قبل كده هو حاسس ان في بينا الفه هنا حلو قوي هنا يا سعربي ايوه ماله هنا يا بت ده هنا حيث الخضره والهواء والحجم الحسن والطبيعه الخلابه اللي بتخلب الواحد طبيعه خلابه ايه يا اخويا وبالنسبه للصوت المرعب اللي انت سامعه ده صوت ايه ده يا عربي يا بت ده صوت انيني وعذابي وجراحي وبيدك انت دول تعلي الصوت او تعمليه ميوت ايوه يا سعربي بس يعني الموضوع ما يجيش خبط لزق كده امال يجي ازاي يا خبره لا يعني لازم تمهد لي الاول امهد لك الاول ايه وانا راح اقدم على شقه في اسكان الشباب ما تخلص يا بنت انت مرتي طبعا اقل يعني البس لك حاجه حلوه موافق بس هتجيبي منين الحاجه الحلوه اللي تلبسيها دي ماني عامله حسابي ولابسه الهدوم تحت بعضيها صح والله ايوه يعني التخن ده مش لحوم وفراخ ده طلع هدوم ايوه طب يلا يلا اقلع بسرعه اهدي يا سعرب اخص عليك انت طلعت حيوان زيهم ليه كده ليه كلكم طمعانين في جسمي مين يا بنت اللي حيوان زيهم وطمعانين في جسمي مين دول ما فيش حد والله ده انا سمعتها في فيلم قلت اقولها لك يعني اه طب ما تقوليش اي حاجه بتسمعيها في الافلام عشان ما تكتبيش زي اند بيدك حاضر يلا بقى تدير لا مش عايز يلا تدير
خلاص هتضير، ده انا هتضير على نفسي. مكسوفة؟ ايوه. اه ما يبانش عليك انت تكسفي. عصفورة شوف بتبصنا. اه انا بسرع فين؟ تعال يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بقول لك ايه يا استاذ فرج؟ ايوه. اعترف احسان. اعترف ايه؟ انت كنت تعرفها من قبل كده كمان صح؟ لا والله انا حاسس بس ان فيني بيني وبينها الفه. اصل بص زعلانه. ايه ده؟ لا الازازه نشرب بيها. هاتي هاتي الازازه. هاتي الازازه يا بنت الحراميه. هاتي الازازه. ما تخلصي يا بيت اخلصي، ده انا بغلي ولا كوبايتي الشاي في الكتل. انا خلصت اهو، بس غمض عينك احسن مكسوفه. يا على الاثاره والتشويق ماشي اهو. اوعى تبوظ. ليه هو انا عبيط؟ انا جاي اهو. يلا بقى خلاويص. اوبا ما غيرتيش ليه؟ ما غيرتش ايه؟ ما انا غيرت اهو. هو ده اللي لبستيه؟ فين يا بت اللبس بتاع اللي بشوفه في المحلات دي، اللي هو يبقى لبس الطيجر واللبس اللي هو ابو دي الحدايه واللبس الميتاليك ده؟ في حاجات كده حلوه، مش كراسه الرسم اللي انت لابساها دي. كراسه رسم؟ ده انت ما تعرفش انا حفيت قد ايه عشان القى القطعه دي. دي كانت وان بيس، وانا لله الحمد فضلت ابرم لما لقيتها. ولعلمك انا لو ما كنتش لقيتها كنت رحت للاستاذ هاني البحيري وكان عمل لي احسن مني، ويمكن بسترس كمان. يعمل لك ايه يا بنت؟ ده كبير ويجلدها لك. والله كراسه رسم. صدق بالله انت دايما كده، مفيش حاجه عجباك ودايما كده تكسر نفسي. خلاص خلاص ما تزعليش. طب بقول لك ايه، تعالي نوصل لحل وسط. اقلع حته كمان عشان تغريني. ماشي انا هقلع عشان خاطرك، بس عشان تبقى تيجي تاني. وانت بتربي زبون، ما تخلص يا بنت. اهو يا لهوي خدني. انا حاسه اني مكسوفه قوي من غيرها والله. مكسوفه؟ حقك وماله يا دي النيله وده وقته. بقول لك ايه، طلعت خلاص. اقول من الاول جو. مكسوفه حقك وماله، بس مكسوفه من مين؟ ده عربي جوزك وانت حلاله، يعني من حقك تشوفيه بمايوه وبسرواله. ده اللي يتجوزك يا هانم يبقى هنياله. مش يلا بينا بقى، اصل انا حاسس اني حاسس اني لا 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 له وعربي. يلا بقى. لا لا يلا 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 خبوا عنكم خبوا عنكم. افضحتي انتوا موجودين هنا من ميت؟ من اول لا 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 له. عرفتوا الطيارة وقعت ليه يا اساتذة؟ عرفنا يا حظابط. يا جماعة بلاش نظراتكم الدباح، بلاش تفتحوا عين الطفل الصغير على الحاجات دي. ليه؟ خليه يشوف، خليه يعرف حقيقة أبوه. أبوه؟ الحقوا يا عيال، في هنا بير مية. ما تغيريش الموضوع علشان تداري على زميلتك. فرج يا فندم حظابط. لفهم لي برا الشجرة. تحت أمرك يا حظابط. والله وقعت يا أبو وردة. بس يا عبط أنت وهو، تعالى شوف المية. مية؟ مية إيه؟ دي مية بتجوم. ده ميه صحيح. يا سلام ميه. الله ميه ميه. بسم الله. استني هتعمل ايه يا مجنونه؟ يا دناوتك يا اخي، يا دناوتك والله العظيم. ما تسيبها تشرب الميه، ما تفوتش اللي على العطشان. يا اخوانا انتوا فهمتوا ايه؟ انا قصدي احنا ما نعرفش البير ده بقاله قد ايه هنا، وكمان ممكن الميه اللي فيه تكون مسمومه ولا مرمي فيه فطريات وطحالب، وكمان مش بعيد تكون ديه مبولد قرود. معقوله يا ناس؟ يعني هتوب الميه قدامنا كده هو انا مش هنشرب منها؟ الكلام ده لو عربي مش معاكم هتشربي من الميه يا استاذه، بس بعد ما اعمل لها التحليل اللازم. تحليل؟ مش لما تعمل لنفسك التحليل الاول يا ابو بالهريس؟ طب ما يلا يا عربي، مش دي شغلتك؟ يلا حلل. يا حضره الضابط، التحاليل مش بالسهوله دي، دي محتاجه ادوات كيميائيه ومعمل للتحاليل، ومحتاجين ثاني اكسيد الجنبانيزيوم ونطرات السيفودزوم، والابحاث دي هتقعد ما بين شهر لشهرين او ثلاثه، ولازم يشرف على هذا البحث دكتور ويكون برتبه استاذ متفرغ لكي يكون على درايه واسعه بابحاث المياه الجوفيه. جنبانيزيوم ايه اللي بتقول؟ انت هتعمل كيكه؟
بس يا جماعه خلاص دي شغلته هو ادرى مننا، محتاج حاجه تانية يا ابن رشد. تسلم يا ابن والدي، وعشان زوجك ده انا مش هخليهم 3 شهور، هعمل لكم الابحاث دي في 3 اسابيع. سيبكم يا جماعه من ذكر الجدي دهوت، انا شايف ان احنا الاسرع ان احنا نجرب على حد فينا ونشرب وخلاص. الله الله على الافكار النيره يا خضابط، وانا رايي برضك ان احنا نجرب على الواد ده يولانوس ده. وهو مش فاهمنا ولا فاهم لغوتنا ولا عارف احنا بنتكلم في ايه، وكاننا بنعمل معاه واجب. واجب ايه؟ هنفهمه يعني ان احنا بنزود ميه الريديتير؟ اهو. بص الضحكه الساذجه بتاعته. طب والله الواد ده ابن موت. حرام عليكم يا ناس، ده انسان زينا. معاك حق يا عتاب، انا بعتذر يا جماعه عن الاقتراح بتاعي. ما ينفعش نبقى عشوائيين، لان القرار ده هوت هيتحدد عليه مصير بني ادم. بني ادم لو عاش ممكن يغير العالم. انت صح يا باشا، اني خالي غير العالم قبل كده. ازاي اعرف؟ رسم خريطه العالم غلط. لا، اللي زي خالك ده لو مات هيفيد العالم اكتر. طب بعيدا عن المهاترات والمطولات في الكلام، احنا مش هينفع نعمل البحث على بني ادم لان ده ضد العلم، احنا هنعمل البحث على حيوان. لذلك اقدم لكم هانم، مرتي، حيوان التجارب. يلا. واني تحت امركم وتحت امر العلم وتحت امر جاسوس عربي. يا سلام. يلا يا هانم اشرب لنا وقول لنا ايه اخبار المية. ايه حسب حاجة؟ هي ساقعة بس سخنة. هي دلع بس مسكرة. هو ايه وليه اللي دلع بس مسكرة؟ ساعة بس سخنة؟ هي فنطورة؟ أنا اللي آسف يا أخوانا، مفروض البحث بتاع السم بيجري على بني آدم طبيعي عشان نشوف السم بيوصل من المريج لحد الأمعاء خلال 3 ثواني. دي عندها من المريج للأمعاء في دائري ما بينهم. دائري طلع فاضي ولا إيه؟ الحقني يا هانم. هانم في إيه؟ بتقول يا عربي أنت مالك أنت؟ أصل شكلها صعب علي. يا ابني ما عندكش نخوة؟ ده وقته يا هانم. هانم فوق يا هانم. هرم كان نفسي اتجوزك وخلف منك. كان نفسي اتجوزك انت شربة ويسكي، ما انت مرت يا بيت وتخلفي مني ان شاء الله. احنا في غابة، يلا قومي وهتلنا عيل. لا عيل ايه، هتلنا طرزان صغير. مش هنلحق، كان نفسي هرم عيل يبقى شبه ايوه قولي قولي. ما تقولي يا كاتا. انا اللي شربتها انا واللي قطعت لي واخدني كلها طبيعي. وسع لي، سيبها لي زي سيبها لي سيبها لي كلها طبيعيه. خلي كلها طبيعيه. يلا في البيت، يلا وين الدبه؟ وين في البيت؟ ولا كنت افرح اكتر لو لقينا مكنة نداره فيها. ما احنا لقيناها لقيناها، وانت قعدت تقول لي في شعر وتضيع في الوقت. قلت لك انجز ما سمعتش كلام. انت صح يا هانم، بس هعمل ايه؟ الشعر هو اللي بيصبرني يا بيت. عارفه يا هانم؟ ايه. وانا صغير قالوا لي اصبر لما تكبر هتدوق العسل، ولما كبرت قالوا لي اصبر لما تتجوز هتدوق الشاه، ولما اتجوزتك قالوا لي اصبر لما تسافر برا هتدوق النعيم. سافرت انا وانت والطياره وقعت وما دقتش غير الفقر والجوع والضحك. لميت هصبر. تصبر لحد اما نخلف. لحد اما ايه؟ نخلف نني. انت ناويه تقدمي على عيل؟ ايه دي؟ هي العيل بيقدموا عليهم؟ اخسي عليك يا سعرب، ما قلتليش ليه؟ ادينا كده مش هنلحق، وممكن ناخد عيل بقى يكون محدش عايزه خالص، ولا يكون معيوب، ولا فرز تاني. عيل فرز تاني؟ هتجيب لنا عيل من الجوهرة؟ يا بنت انا بتمجلت عليكي، عمالة تقول اصبر لما نخلف. هنخلف منين واحنا مش لاقيين اي مكان يلمنا يا بنت؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي ننط في البير؟ لا يا اخويا، ده ضلمة خاف. ضلمة تخاف؟ طب ما تيجي نطلع الشجرة. ماشي، بس لو هتشيلني. هشيلك؟ ايه؟ لا هصبر، اكيد لما هعجز ربنا هيكرمني. ياه، المية دي والله غذاء الروح. ايه ده؟ المزيكا هي اللي غذاء الروح؟ لا يا اخويا، المية هي اللي غذاء الروح. ازاي؟
مش بيقول لك حاسب الرجل روحه هتطلع اديله بقة ميه. انت جبتيها من منظور اخر يعني. صح صح. عموما الحمد لله ان احنا لقينا البير، لان زماننا دلوقتي كنا ميتين من العطش. ربنا ما بنساش حد. طب قولي لي يا عتاب، انت لسه مش فاكره حاجه؟ والله مش فاكره حاجه خالص. ما تزعليش نفسك، انت لسه قايله ربنا ما بينساش حد، يعني ان شاء الله يومين ثلاثه كده والذاكره هترجع لك. اطمني اطمني. انت هتخيب ولا ايه؟ نعم هتخيب. لا انت فهمتيني غلط، انا كنت عاوز اساعدك. تساعدني ازاي؟ يعني لما المس ايدك ممكن اعرف انت كنت بتشتغلي ايه، يعني لو ايدك خشنه يبقى انت كنت بتعملي اعمال يدويه زي النجار، حداد، خراط. اما بقى لو ايدك ناعمه فمعنى كده انك ما كنتيش بتعملي اعمال يدويه زي النجار، حداد، خراط. ولو ست بيت؟ لا يبقى نشوف رجلك بقى. والله الصراحه اللي انا فاكراها عن ايدي انها لما كانت بتنزل على وش واحد كده هون كان بيسور. يعني ما اعتقدش المعلومه هتفيدنا نعرف انت كنت ايه. هي الناس اتاخرت ليه في ملي الازاز كده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ازاي؟ ازاي ما فكرتش في الموضوع ده؟ يا جماعه يا جماعه، في حاجة مهمة جدا ما خدناش بالنا منها بسبب غمرة السعادة اللي احنا فيها. غمرة السعادة دي اللي قبل محطة العباسية. بالظبط، اللي عند أحمد سعيد. اللي عند ملك المجوى وفراولة. الأوبيسي. صح، احنا جيران بقى. جيران يا فرج. أنا آسف يا جماعة، اسمها غمرة السعادة مش غمرة السعادة. غمرة السعادة دي اللي قبل محطة العباسية. أيوه، عند شارع أحمد سعيد. اللي عند ملك المجوى وفراولة. القبيصي. احنا جيران بقى على كده. جيران يا فرج. ممكن أقول حاجة مهمة بقى؟ أنا آسف. إزاي يا جماعة في بير هنا على الجزيرة؟ إزاي؟ من لطف ربنا بينا ونعمة بالله والحمد لله. السؤال بقى، ازاي في بير هنا على الجزيرة؟ ازاي؟ من فجري من فجري جيت استفرد بالمدام يطلع لي بير في قلب الجزيرة. طب انت حمار قوي، جايبها عند البير. كنت تقولي كنت جبت لك اوضة بمنافعة. يا جماعة انا قصدي البير ده اتبنى ازاي؟ هو انت مستغرب ليه يعني؟ ناس فحروا فحرة طلعت مية، راحوا عند بتاع الطوب جابوا طوب، وبعدين راحوا عند الموان جابوا مونة، واللي بتاع الحبال جابوا حبل، واللي بتاع الجرادل جابوا جردل. كل ده انا ما عنديش عليه اعتراض. مين بقى اللي حاسب على الكلام ده كله؟ مين هم الناس دول؟ هو انت لك شرب ولا بحلقة؟ ما تشرب وانت ساكت، واحنا مالنا من دول؟ ازاي احنا مالنا؟ على رايك يا بلسم باشا والله. ازاي يا ست انت؟ احنا ايش درانا الناس دي مشطبه صح ولا مش صح، حلو ولا وحش؟ الله، ده التشطيب مش عاجبني ذات نفسه، والبتاعه دي هتلاقي قريب. بطل يا عم هرتالي بطل، انتوا ما حدش فيكم فاهم الباشا. استهدى بالله يا باشا، بس ما تاكلش ببقك، انا هشرح له. استحاله. اسمعني بس، مش انت قصدك ما دام احنا لقينا ناس هنا هو وبيشطبوا تشطيب زي الفل كده وعاملينه بسم الله ما شاء الله مودرن على ستيل، احنا ناخدهم عندنا في العيشه عشان يشطبوا عنا، بدل ما الكابينات عماله تصرصر مي. صح، الله يسامحك. يكونش قصدك ان حد مننا هو اللي فحر الفحره دي وما قالناش؟ ما قالناش ليه؟ هو عمل بيبي؟ ايه يا جماعه، ايه مش فاهميني؟ مش فاهميني خالص للدرجه دي؟ انا ذكي ذكاء خارق للدرجه دي؟ انتوا قرود مش فاهمين اي حاجه؟ انت مش فاهم طيب اي حاجه؟ انت المفروض الطفل الياباني اذكى طفل في العالم، المفروض تبقى فاهمني. ما تتكلم دغري يا حظابط، انت عمال تلف وتدور تلف وتدور حوالين الموضوع. قول لنا انت عايز ايه بالظبط في الدغري يا جماعة. أنا أقصد بما إننا لقينا بير هنا على الجزيرة والحمد لله متشطب تشطيب حلو عاجبكوا كلكوا، معنى كده إن ممكن يكون في ناس تانية هنا غيرنا على الجزيرة، معنى كده إن ممكن نكون إحنا اللي وقعنا في حتة مقطوعة على الجزيرة، معنى كده إن ممكن لو اتمشينا شوية وغوطنا في الجزيرة نلاقي سوبر ماركت سعودي مثلا. معلش بس عشان لفت معايا، سعودي زايد ولا المهندسين؟ أني أقرب لحضرتك؟ والله مش فاكرة. أمال فاكرة الفروع بس؟ ما تتخلقش بس عليا. أنا آسف 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 ليكم كلكم يا جماعة، واضح إني حملتكم فوق طاقتكم. كملوا مالي أزايز وحد يجيب لي كاب وحصلوني. أنا هاجي معاك ماليش في المال، أنت ما تقعدش مع الراجل المجنون ده كتير وبقى حصلني خالص. أستغفر الله العظيم. تعال عرب، أنا عايزك في كلمتين. خير يا فرج؟ هو بلسم باشا قلبها غم ليه كده؟ والله نكد علينا وأنا مش ناقص. على رأيك ما تيجي نضحك شوية؟ كيف؟ انا هجيب الواد ده يولانوس ده، هقول له انا عايزك في كلمتين، انت بصنعه لطافه تلف وراه وتوطي، هقعد اتكلم معاه شويه وهوب اروح زق يقع نضحك عليه. حلوه دي، انا خدام الضحك. انت يلا صو صو تاو.
سو سو تاو 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 الرابع البيت حكال وخدام الضيع سلام يا خريو انت بتضحك علي ايه ساو ساو تاو 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 لا لا ما تقولش الحد على سو سو تاو دي ولا ما حدش هيفهمك انت سو سو تاو اه يا سو سو تاوي اه يا غدار يا فرج الجماعة الصينيين دول بيتنططوا علينا مش عايزين يدونا أكل إلا لما نشتغل معاهم يا سيدي لو عايزيني أصطاد لهم السمك وأغسله وأقشره وأجيب الطوب وأولع النار وأشويهم على النار دول عايزيني أنا أعمل لهم طاجن فيش بالجمبري أنا ممتنع عن الأكل يا جماعة إيه ده يا جماعة الحق لقينا مية خد اشربها خد يا حبيبتي أنت متأكدة لقيتيها فين؟ متأكدة إن دي مية؟ لقينا بير كبير قوي مليان مية والنبي يا استاذ فرج تدي للاستاذ ده لانس نسيبهم الميه عشان يديها لاخواته الصينيين عناية ايه يا فرج ايه تعمل ايه هديله الازايز ليش حد ميه خالص لا 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 ادهمش ميه خالص ليه يا استاذ سليم مش عايزين يدونا اكل الا لما نساعدهم في كل حاجه الحساله فاكرينك مرمطون وانسان عادي زينا كده طب وبعدين عملتوا ايه يعني قمتوا ساعدتهم انا شخصيا ممتنع عن الاكل الله الله شوف الكبرياء والعنطزه الفارغه والشموخ طب وناوي تتصرف معاهم ازاي يا سليم باشا شوف دي بقى مش هنديهم ميه الا لما يدونا اكل ايه ده جابها ازاي دي حاجه في منتهى الذكاء فعلا ده حل في منتهى الجمال يا اخوانا حل ايه اللي جميل يا اخوانا الراجل ضايع 2017 ده جه معانا وشاف البير يعني ازاي هنبتزهم بالميه وهم عارفين مكانها الله انتوا حد قال لهم على مكان الميه ما هو بيقول لك اهو يا استاذ انا بس مش عايزه اشاور عليه عشان ما يفهمش اللي احنا بنتكلم عليه الاستاذ دايولانوس كان معانا واحنا بنكتشف البير فممكن يروح يكلكس لهم ويقول لهم على كل حاجه خليه يقول لهم احنا حبيبتي في جزيره كبيره موحشه غابه موحشه في الطريق ممكن الحوادث تحصل بطيخه تنزل على دماغه جوز هند تنزل على كتفه حيوان هايج عايز ياكل اي انسان غريب ياكله تعبان تايه مش عارف بيته فين دخل في بنطلونه ولقى البيت قعد الله عليك يا سليم بيه هو ده الكلام قلت لكم الواد ده بنموت بص بيضحك ازاي بص الضحكه الهبله اللي على وشه يا عيني مش عارف ان هي ممكن تكون اخر ضحكه ممكن يضحكها تعالى تعالى يا حماده لا يا حماده مين يا حليتها مش عشان عامل فيها صيني هاخد على عيني لا 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 ده انا اتفنكم هنا في مكانكم الحقني يا سليم بيه انا ولا اعرفك سليم بيه يا لهوي الخواجه الصينه طلع مدبلج لا لا سليم بيه يا عروسه ده انا من العباسيه يا اختي يعني اللي هيقرب لي هيزعل ويجي كمان ناس تزعل انتوا ما تعرفوش انا مين حاجه مفتخره دي مش موجوده في الشارع هتعوزي كام واحده هتعوزي ايه حاجة صباح الفل يا حنكش فل يا كيمو جيت لي حبيب قلبي اتفضل تعالى كومينج هير وي هاف جود ثينجز حاجة هاند ميد ايجيبت ثانك يو كام واحدة ثانك يو ثانك يو ده انت معفن تلاقيك ولا لاقي تاكل اساسا اميتاب نجم الهند يا حبيبي انت اللي هتشتري هتعوز ايه بقى؟ دي بقى تاخدها الهند توريها لاصحابك تقول لهم جايبها من ايجيبت من عند كيمو مش هتلاقيها بعد على حد اخر النهار عشان هو لسه سايب لك خبر مع الواد علي تمام عشان هو النبي بيجي يرازيني بالليل الحق يا حنكش عم بروسلي هيضرب السياحه مالك يا عم بروسلي هاتوا شرب ميه وكرسي بسرعه فرير انت كويس فوق قعدوا هنا قعدوا هنا على مهلكم اشرب ايه فوق فوق الصينيين بيتغذوا كويس امسك يا صاحبي اه تمام انت كويس كويس يعني كويس تاكسي
تاكسي تاكسي اول سور السينيوم السينيوم يو ار جود مان حبيبي يو ار جود مان يلا في حفظ الله انت جود مع السلامة مع السلامة ثانك يو مع السلامة عم بروسلي رعاية الله شي مش عارف تلاقيه رافع له كاسين ايه مطرشمين هم الصينيين كده بيشربوا ليل ونهار يا عم كاسين ايه ده لابس نظاره كعب وكوبايه ده مثقف ده ما خدتش بالي بصراحه ان هو مثقف يا اخوي شفتش موبايل هنكش صباح المصالح الو ايه يا سيح عامل ايه يا زميلي ايه بقول لك انت في المحل طب انا جاي لك دلوقتي حالا انا معايا اربع عدد في الجون موديل السنه لا ما انت هتظبطني مش زي المره اللي فاتت وتصبحني كمان على فكره ماشي احلى مسا عليك يا زميلي يلا سلام يا صاحبي سلام شارب عزيز يا اسطى انما انت ازاي صيني وبتتكلم مصري زينا يا جدعان عشان انا مصري وابويا مصري ابوك مصري وسماك دايلانوس عادي يعني ما انت ابوك خلفك ظابط ومسميك ايه يعني بلسم اوه عبالك ورد بسرعه قصف جبهه يا جماعه الراجل ما غلطش شوف مصري ولا مش مصري احنا انتهينا امنعوه بالقوه انت مالك يا عم داخل فينا شمال ليه كده بقولك انا ممكن اجي معاك سكه بس بالطريقه مش قدامهم ايه يا ابني هو انت مش معاهم لا معاهم مين بقى العيشه معاهم بصراحه شقه هم كل يوم يصحوا من الفجر يقعدوا يلفوا ويصطادوا ويطبخوا لحد ما يناموا وانا بصراحه ماليش في الفرق ده لا ده انت كده هو مصري مصري الله يكرمك يا ابله وعلى فكره انا مش مرتبط معلش انا اسفه انا مش قادره اخد ودي معاك في الكلام يعني لان انا ما اعرفش انا مرتبطه ولا لا والله انا لو فاكره ما كنتش اتاخرت طب ما قلتش ليه بقى يا شبح من بدري انك بتتكلم عربي انت مالك يا شبح وانت بق ايه رد ردود سريعه مضحكه ولا ابله فهيطه والله قصف جبهه يا جماعه انتوا بتسخنوني عليه وهو ما قالش حاجه غلط على فكره انا فعلا مش بقه بقول لك ايه يلا اتكلم عدل ها انت بتكلم ظابط لا ظابط مين بقى الكلام ده عندها في الهوللي انما هنا بقى اللي يجي على اوتي يبقى ناوي على موتي ولا اعمل ارموتي بس على بس على ما تتشطروا على اللي عامل محمد رمضان ده يقول لك اللي يجي على جوتي يبقى ناوي على موتي بعد شويه يقول لك ثقه في الله الواحد يصير رقم واحد ما تديله سوبليتس واخلص خلاص خلاص انا اتصرف معاه ولا لولا احترامي وبكبر المعلم بتاعك جيت ليه كنت زماني دفنتك هنا طب لا 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 استنى ايه عايز اقول ايجا شلي وتشينغوا شفت القذر؟ ليه؟ بقول لهم الحقوا ده يلا نسمع حكايه حكايه؟ لا 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 ده انا بقول لهم في منكش وعاوة في ايه؟ منكش وعاوة ايه منكش دي ده انا عمري ما اعرفه منكش منكش؟ ايه ده في ايه؟ ده يا جماعه يا جماعه بس بس بقى المايه دي ما ينفعش تبقى مشاع احنا هنقعد مع بعض ونتفاهم ونختار واحد مننا يشرف على المايه ولا ايه يا كابتن؟ اسمعوا النهايه بقى يا جماعه بما اني راجل قانون وبما اننا في الغابة فاحنا هنطبق قانون الغابة احنا هنموت بعض كلنا واللي هيتبقى عايش هو اللي هيتحكم في المية ويوزعها علينا انا بنوزعها رحمة ونور يعني قصدك بالظبط كده بقولك ايه احنا اتفقنا خلاص اتفقتوا على ايه هنعمل مسابقة كده رياضية واللي هيكسب هو اللي هيمسك المية اوكي يا جماعة احنا موافقين موافقين ازاي؟ ازاي نوافق ده حاجة صعبة جدا ندخل المنافسة الرياضية معاهم ازاي يا سليم بيه؟ احنا كده هنروح في اللطزانة لا اللطزانة وانا موجود ايه دول صينيين صينيين هم صينيين واحنا مصريين ما تخافوش يا اولاد مهم ننجح وبإذن الله بإذن الله هناخد الدوري الصيني اهلا بيكم اهلا بيكم في هذه المباراة العالمية بين أعظم فريقين الفريق المصري والفريق الصيني في هذه المسابقة يتوقف عليها شيء خطير الفائز هو الذي سيشرب من المياه المعدنية أما الخاسر فسيشرب من البحر يسعدني أن أقول لكم أن الفريق المصري بسم الله ما شاء الله ما شاء الله مدرب على جميع أنواع لعب الكرة فوتبول، فوليبول،
فليسبول، بينج بول، بلرول، كل حيث يقول يجيد اللعب. كما يشرفنا أن في الفريق المصري حضر خصيصا منين ما عرفش الكابتن الصعيدي القوي العربي جد الله جد الحق عبد ربه. ومعه ملعبه الخاص. الجزاك مفيش اهو. اللاعبة سنية ركب. والآن ladies and gentlemen نبدأ المسابقة. هنلعب ايه؟ نعم؟ هنلعب ايه؟ سؤال جميل. هنلعب ايه؟ هنلعب ايه؟ طبعا دغري كده. طبعا يا جماعة يعني احنا هنمسك العصاية من النص، احنا نختار لعبة وانتوا هتختاروا لعبة. امين. طب انتوا هتلعبوا ايه؟ سوتشو يويو تياشو. ايه هي دي؟ مفيش حاجة تاني؟ سوتشو يويو تياشو. ايه اوكي اوكي. الفريق الصيني اختار لعبة شوشو يويو اوكوهوكا عكوشا. طبعا انتوا عارفينها وكلكم فاهمينها تجيدين هذه الالعاب. بعد لحظات سيداتي سادتي ان الماتش المسابقه مذاع على القمر الصناعي والغير صناعي. ها واحد اثنين ثلاثه. ستة رجاله.